சும்மா பரகமை மசலத்தில் யாரத்து சும்மா மசலத்துல் மசாயில் ஹஸ்பி மசலன் الغصب استيلاء على حق حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق سنة. إذن ما معنى الغصب؟ الغصب معناه يعني أخذ مال الغير مجاهرة ويقال أخذ مال الغير قهرا مال ليس بقيد بل حق الغير حتى يعم المنفعة فكذلك يعني شيئا غير متمول فكذلك يعم التخصيصات فإذن أخذ حق الغير مجاهرة أو قهرا فإذن أخذ يعني مال الغير خفية هو سرقة هذا ليس سرقة بل هو غصب الغصب استيلاء على حق غير استيلاء هكذا قال استيلاء معناه مراده لازمه يعني منع الغير من حقه هذا هو المراد لا حاجة إلى الاستيلاء الحقيقي بل هي الاستيلاء الحكمي وهو منعه منع يعني منع الغير من حقه ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد وسوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره إذن هذا مثال للمنفعة كإقامة من قعد بمسجد فإذن منفعة هذا المقعد مستحقة لهذا الجالس فأقامه فإذن يكون هذا استيلاء ثم إما بمسجد أو سوق أي مقاعد كان يعني المقاعد المباحة لكل أحد إما بلا حق لماذا أقام بدون حق لا بلا حق هو متعلق بقوله استيلاء نعم الغصب استيلاء على حق غير بلا حق إذن لو كان هذا استيلاء على حق غير بحق لا يكون غصبا نعم. كجلوسه على فراش غيره رجل جلس على فراش غيره مثال للغصب وإن لم ينقله هذا فراش لم ينقله بدون نقله جلس عليه هذا مثال كذلك مثال آخر وإزعاجه عن داره إزعاج معناه إخراج رجل أخرج آخر من داره وإن لم يدخلها فهذا المزعج لم يدخل الدار بل أخرج صاحب الدار منها ثم مثال آخر وكركوب دابة غيره ثم مثال استخدام عبده استخدام يعني طلب الخدمة ممكن هو خدم أو لم يخدم وهذا كل مثال للغصب وعلى الغاصب رد وضمان رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلفا هذا يد الغاصب يد الأمانة ليس يد أمانة لأجل ذلك يجب عليه الضمان والرد أيضا واجب والأمان متمول متمول إما يكون يعني متقوم أو مثل أي كان هذا تلف بأي شيء يضمن
بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلفاني. مثلا رجل غصب شيئا ثم مضى عليه سنة وبعد ذلك أراد أن يرد، فإذا ماذا يعتبر من قيمته؟ من تمام هذه السنة كيف كانت قيمته؟ ينظر هذا، ثم يضمن بأقصى قيمة يعني أرفع قيمه في هذه الأيام كلها، هذا يزيد وينقص يزيد وينقص، فإذا ينظر يعني ماذا كان أقصى قيمه. ثم ويضمن مثلي وهو يضمن مثلي بمثله سيأتي في أي مكان حل به المثلي هكذا يذكر. وقبل ذلك يعني بين هذا يعني الجاري ومتعلقه ويضمن بمثله بين الظرف ومتعلقه جملة معترضة في بيان ما هو المثلي هذا الذي يكره، وهو يعني المثلي ما حاصره كيل أو وزن، يعني هذه الأمثلة إما يكون مكيل أو موزون أو معدود هكذا، يعني يضبط يحصر بالعد أو بالحد وهكذا أو بالمساحة هكذا ممسوح مثلا قماش. فإذا من هذه الأشياء ما هو المثلي يعني ما يكال أو يوزن، ليس الكيل والوزن فقط معتبر بل يعتبر فيه شيء آخر، هذا الذي ذكر بعده وجاز الزلم فيه. فإذا ليس كل مكيل مثليا وليس كل موزون مثليا، بل المكيل الذي يصح فيه السلم والموزون الذي يصح فيه السلم هو المثلي. ثم يذكر أمثلة كقطن ثم ودقيق وماء ومسك ونحاس ودرهم ودينار ولو مغشوش، هذا دينار ودرهم ممكن يكون فيه غش مغشوش، ثم وتمر وزبيب وحب جاف، أي حب قال جميع الحبوب الجافة أرز قمح شعير بر كلها، ودهن وسمن بمثله أو سمن، نعم هذه أمثلة للمثليات، نعم هذا المثلي يضمن بمثله في أي مكان حل به المثلي، نعم أين يضمن؟ يضمن في مكان حل به المثلي، نعم فإن فقد المثل فيضمن بأقصى قيم، لكن هذا شيء في الأصل مثلي لكن لا يوجد المثلي في ذلك الوقت التي أراد رده، فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد. ثم ولو تلف المثلي فله مطالبته بمثله في غير المكان الذي أحل به المثلي إن لم يكن لنقله مونة أو من الطريقة. نعم ذكر فيما مضى يجب هذا المثلي أو يضمن المثلي بمثله، لكن ذكر بعده مكان الضمان في أي مكان حل به المثلي هناك يضمن، فإذا هل يجوز يعني للمستحق أن يطالبه في غير هذا المكان؟ نعم يجوز له لكن بشرط، ما هو؟ إن لم يكن لنقله مونة وآمن الطريقة وإلا فبأقصى قيم المكان، إلا يعني لم يؤمن الطريق أو لنقله مونة، عندئذ ماذا يفعل؟ هو يضمن بأقصى قيم المكان ويضمن متقوم، يضمن متقوم أتلف كالمنافع والحيوان بالقيمة، هذا متقوم المنافع بلا غصب هكذا.
والذي سبقني مسألة الضمان بالغصب، وهذا مسألة الضمان في غير الغصب، وهنا يعني هذا مسألة الضمان المال المتلف، رجل أتلف مال غيره يعني لم يغصبه، والذي سبق يعني غصبه ثم تلف في تلف في يده، وهذا ليس غصب بل أتلف مال غيره، يعني إما منفعة غيره هكذا. إذن متقوم يجب بالقيمة، ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي. ثم حيث يجب المثلي بالضمان، هل يجوز أخذ القيمة؟ نعم يجوز أخذ القيمة لكن بالتراضي، وإذا أخذ منه القيمة فاجتمع ببلد التلف لم يرجع إلى المثلي، هكذا بالتراضي أخذ القيمة ثم هما اجتمعا ببلد التلف هل يرجعان؟ لا يرجعان إلى المثلي، بل هذا تم بأخذ القيمة. وحيث وجب مثل فلا أثر لغلاء أو رخص. نعم، ثم حيث وجب المثلي ممكن عند الرد، عند رد المثل ضمانا قلت قيمته، رخصت قيمته، أو يعني غلا قيمته، كلاهما لا يعتبران. فروع ذكر في هذه الفروع مسائل متعلقة بالضمان. لو حل رباط سفينة، رجل حل رباط يعني الحبل ما يربط به، حل رباط سفينة فغرقت بسببه، السفينة غرقت بسبب الحل، هل يضمن ضمنها؟ أو بحادث ريح، يعني ما غرقت بسبب الحل بل بعده حدثت ريح، وفي هذه الريح غرقت السفينة فلا، يعني لا يضمن. ثم وكذا إن لم يظهر سبب، يعني لم يظهر سبب غرق السفينة، هل غرقت بسبب الحل أو بسبب حادث، هكذا لم يظهر، هناك أيضا لا يضمن. نعم. ولو حل وثاق بهيمة، يعني كانت بهيمة مربوطة، فإذا رجل حل هذا الربط يعني هذا الحبل، أو عبد، أو حل وثاق عبد، كان عبد يعني مربوط بقيد أو حبل، هكذا حله، هذا عبد لا يميز، يعني هذا عبد غير مميز. أو فتح قفزا عن طير، كان الطير مقفوز في قفز، فإذا ذهب رجل فتح هذا القفز فخرج من هذا بهيمة أو عبد غير مميز أو الطير، ضمن إن كان بتهييجه وتنفيره، يضمن متى؟ يضمن يعني بعد فتحه هذا الرجل هيج الطائرة أو هذه البهيمة، ممكن كانت بهيمة بعد فتح الباب أذن ساكنة راقدة هناك في داخل الحجر الاستبل، إذن هذا رجل هيجها يعني حركها هكذا خرج، هو يضمن. وكذا إن اقتصر على الفتح، إن كان الخروج حالا لم يهيج بل عقب فتحه خرج، هناك أيضا يضمن. نعم. لا عبدا عاقلا حل قيده فأبقى، ولو كان معتادا لباقي لا يضمن. نعم. أما في العبد غير المميز يضمن، ولو ضرب ظالما
عبد غيره فعبق لا لم يضمن. ثم ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك، الغاصب عليه ضمان. متى تبرأ ذمته؟ برد العين إلى المالك، المالك يعني إلى إيصالها إلى المالك، ولكن ويكفي وضعها عنده، لا حاجة في إيتاء العين في يده، بل وضع عنده، يعني ما يعتبر في القبض، ذكرنا سابقا ماذا يعتبر في القبض، وضعه أمامه أو في جانبه حتى يتناوله بيده هكذا، ولو نسيه ممكن هذا الغاصب نسي المالك وغصب شيئا والشيء يبقى عنده، لكن ممن غصب أو هو نسي هذا الغاصب، فإذا لو نسي ماذا يفعل؟ لا يمكن له، وتعذر رده إلى المالك، لأجل ذلك برئ بالرد إلى القاضي، يعني هو يرد إلى القاضي، ثم القاضي يعلن هكذا شيء عندي، ثم عندما يأتي المالك يؤتيه. ولو خالطت مثليا أو متقوما بما لا يميز، بما لا يتميز كدهن أو حب، وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو غيره، وتعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب، لكن اللوجه أنه محجور عليه بالتصرف فيه حتى يعطي بدله. مثلا رجل غصب شيئا من آخر، ثم خالط هذا المال بمال نفسه، فإذا هذا مغصوب إما يكون مثليا أو متقوما، ولو خلط مثليا أو متقوما به شيء بما لا يتميز، فإذا لو خلط بما يتميز وهو يميز ويرد إلى المالك، وهنا شيء لا يتميز، لذلك تعذر. لذلك يقول الحل كدهن، فإذا رجل غصب دهنا ثم أصب في دهنه، أو غصب حبا خلطت مع حبه، وكذا درهم يعني غصب دراهم نقود ثم خلطتها مع نقوده بجنسه أو بغيره، نعم إما من جنسه يعني جنس جيد أو جنس رديء هكذا خلطت، وتعذر التمييز. إذن صار هالكا، يعتبر هذا الخلط هلاكا تلفا تلفا تلفا، نعم. فإذا هذا هلاك يعني هلاك حكمي ليس هلاكا حسيا، ثم لا مشتركا، يعني هذا مال لا يكون مشتركا بين الغاصب والمغصوب منه، بل يكون المال هالكا فيملكه الغاصب، هذا المخلوط يملكه الغاصب، ومع ذلك يجب عليه رد بدله، لو كان مثليا يجب عليه رد المثلي، لو كان متقوما يجب عليه رد القيمة، وهو يملك لكنه محجور عليه لا يجوز له التصرف فيه كما ذكر، ذكر لكن لوجه أنه محجور عليه بالتصرف فيه حتى يعطي بدله، وهو أيضا فرغ من هذه المسائل. ثم يبين مسألة الهبة، باب في الهبة، ما هو الهبة؟ هو يقول في المتن الهبة تمليك عين بلا عوض، هذا هو الهبة. وقال أنه من هبوب الريح، الهبة من هبوب الريح، كذلك يعني الهبة مشبهة بهبوب الريح،
لذلك سميت الهبة آهبة. يعني هذا الهبة تذهب كما تنصب الريح، كما لا تهب الريح ممن إلى من، من الواهب إلى المتهب. باب في الهبة أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية. يعني في هذا الباب يبين المصنف مسائل الصدقة ومسائل الهبة كلها، لذلك جعل يعني المطلق الشامل لكل ذلك. فإذا ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ هبة، هدية، صدقة. الهبة هكذا تملك عين على طريق الإكرام، هي الهدية، وهذا يكون في المنقول أيضا كما سيأتي. الأرض والدار وأمثالها غير المنقولات لا يجري فيه الهدية. الهدية هو مال منقول ينقل ثم على طريق الإكرام. الصدقة يعني إما بطريق الحاجة، هذا تمليك عين للحاجة أو للثواب. فإذا هذا تمليك عين للمحتاج باعتبار حاجته يكون صدقة. أو ليس هذا رجل محتاج بل هو رجل غني، إذا ملكه هذه العين باعتبار أو باعتبار الثواب، يعني رغبة في الثواب عند الله تعالى في الآخرة، فهذا أيضا صدقة. وغيرهما يعني ليس على طريق الإكرام ولا على طريق الحاجة والثواب، وهو هبة، يعني تملك عين بدون هذه الأمور. هبة تملك عين يصح بيعها غالبا، ثم في هذا العين شرط يصح بيعها غالبا، أو دين، يعني تملك دين من أهل تبرع. لماذا قال غالبا؟ وهناك قاعدة، ما يصح بيعه يصح هبته، وما لا يصح بيعه لا يصح هبته، هكذا قاعدة. لكن هذه القاعدة أغلبية، أغلبية يعني كسائر القواعد كما ثبت في الأصول، ما من عام إلا وقد خص. نظرا لهذه الأغلبية قال غالبا. ثم هذا تمليك عين أو دين بلا عوض. واحترز بقولنا واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب. لو كان تمليك عين بعوض إما يكون بيئا أو يكون هبة بثواب. لو كان بلفظ يصح البيع به فيقال بيع الاصطلاح، لو كان بلفظ هبة لكن بذكر المقابل والثواب يعتبر من جملة الهبة نظرا إلى هذا اللفظ، لكن هو في الحقيقة بيع والهبة بثواب، فإنها بيع حقيقة، وهذه الهبة بالثواب بيع حقيقة. ثم بإيجاب، وهنا في الهبة يجب الإيجاب والقبول، أما في الصدقة لا يجب. نعم كما سيأتي. بإيجاب كوهبتك هذا وملكتك ملكتكه كذلك منحتكه ثم وقبول متصل به، يعني يشترط في هذا القبول أيضا سائر شروط القبول في البيع، كقبلت ورضيت هكذا. وتنقد بالكناية، يعني الهبة منقدة بالكناية،
كل هذا. رجل أعطى لآخر طعاما وقال كل هذا أو كسوتك هذا. فإذن هذان صيغتا كناية يصح بهما الهبة يعني بالنية. عندما قال كل هذا نوى أنه هبة، أو عندما قال أني كسوتك هذا نوى على طريق الهبة يكون هبة. وبالمعاتات على المختار بدون اللفظ أيضا، على المختار ليس على الراجح في المذهب، بل يعني كما سبق في البيع هذا مختار فأنه يصح بالمعاتات. قال شيخنا في شرح المنهاج: وقد لا يشترط الصياغة، وقد لا يشترط الصياغة كما لو كانت ضمنية، فإذا هذا القول بناء على أن اللفظ شرط لا يشترط في بعض الأحيان، هذا هو ليس على ترجيح المعاتات. نعم. كما لو كان ضمنية يعني الهبة ضمنية، مثالها ماذا؟ كأعتق عبدك عني فأعتقه. رجل قال لآخر أعتق عني عبدك، وهذا الرجل المخاطب أعتق عبده صار هبة، لا لم يكن هناك لفظ يدل على الهبة بل هذه ضمنية. وإن لم يقل مجانا لا حاجة على ذكر قوله مجانا، يعني لا يعتبر هذا بيان لأنه لم يذكر البدل والعوض. ثم وكما لو زين ولده الصغير بحلي، هذا هبة ضمنية أخرى. كما لو زين ولده، رجل اشترى حليا وزين ولده الصغير، فإذا هذا يكون هبة لمن؟ للولد. الوالد كأنه وهب هذا الحلي لولده الصغير. كما لو زين ولده الصغير بالصغيرة، نعم هذا ولد ذكره كلاهما بحلي بخلاف زوجته. فإذا رجل زين زوجته بحلي هل يكون هبة أو لا يكون هبة؟ لا يكون هبة، بل يكون عارية فقط. لو زين زوجته بحلي يكون عارية فقط لا يكون هبة. نعم. هذا بمجرد التزيين. لو ذكر الصيغة صيغة الهبة يعني يكون هبة، لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين قاله القفار وأقره جمع. نعم. إذن لماذا يكون هبة؟ هنا يجب القبول والإجاب والقبول. نعم. هذا الوالد يتولى أن الطرفين، طرفي الإيجاب والقبول. فإذا حينما زين ولده بحلي كأنه تولى الطرفين أن الإيجاب والقبول، وهنا يكفي ضمني، يكون هذا الإيجاب والقبول ضمنية فقط، الهبة ضمنية. أما بالنسبة إلى زوجتي هذا الزوج لا يتولى الطرفين، لأجل ذلك يكون من الزوج الإيجاب فقط فيجب القبول من زوجته، هذا هو الفرق، هكذا فرق. لا يتصور الطرفان في حق الزوجة في الزوج، لا يتصوران في الزوج، بل يتصوران في الوالد بالنسبة إلى ولده الصغير، لذلك فرق بين الزوج الصغير والزوجة. وهكذا ذكره القفال رحمه الله وأقره جمع. ثم لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه، خالفه يعني أليس هناك فرق بين الصغير والزوجة بل حكمهما واحد، يعني عند التزيين لا يكون هبة أصلا، الصغير أيضا مثل الزوجة، هكذا كلام الشيخ يخالف. حيث اشترط في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول،
وهيبت ولي غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه. نعم. فإذن حيث اشترط، يعني شيخان اشترط في هبة الأصل، أصل يعني الوالد أو الوالدة، وهما يهبان لمن؟ للصغير، للصبي، والصبية الصغير. فإذا هو يتولى الطرفين، يعني هو يقول صريحا ماذا؟ وهبتك هذا لابني، ثم هو يقول قبلت، وبدون ذلك لا يقع هبة، هكذا قال، يعني مثل زوجتي. هذا هو الخلاف. وهبة ولي غيره، فإذا هذا تولى الطرفين يتحقق في الأبي والجد، هكذا فقط. أما لو زين هكذا، أو لو وهب عطاء الهبة أخ رجل لأخيه الصغير، إذا هنا الولي يعني أخ، حيث لم يكن أب ولا جد. نعم. هل يتولى الطرفين؟ لا يستطيع أن يتولى الطرفين. فماذا يفعل؟ ما هو طريق الهبة؟ ويقول أن يقبلها الحاكم ونائبه. نعم. على كل حال يجب الإيجاب والقبول، بدون ذلك لا يكون ملكا. ثم ونقلوا عن العباد وأقروه، هذا عتفن على قوله اعترض. فإذن هذا هنا كلام طويل في رد قول القفال والذي أقره جمع. نعم. قول القفال يعني في الفرع، يعني في الصبي والصغيرة يكون تمليكا هبة على طريق الهبة، أما في الزوجة لا يكون. لأن أولا اعترضه بقول الشيخ، ثم بعد ذلك تأييدا يعني هذا الاعتراض يذكر قول العبادي ونقلوا، لكن اعترض ونقلوا عن العبادي وأقروه ماذا؟ أنه لو غرس أشجارا، رجل غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني، هكذا ذكر مثلا ابن مثلا، لم يصح إقرارا، لم يكن إقرارا، بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار، هكذا ذكر. لا يكون إقرارا ولا يكون تمليكا للابن، لماذا؟ سيأتي للتنا، سيأتي الفرق، بخلاف ما لو قال لعين بيده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار، ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه، الابن لا يملكه إلا إن قبل وقبل له. نعم. يجب منه القبول صريحا. وضعف السبكي، هذا أيضا اعتفن على قوله اعترض. والأذرعي وغيرهما، قول الخوارزمي وغيره أن إلباس اللبس الصغير حليا يملكه إياه، هذا قول خوارزمي وغيره، هذا قولهما موافق لقول القفالي، لكن السبكي والأذرعي ردهما، رد قول الخوارزمي وغيره. نعم. فإذا هذا أيضا تأييد للاعتراض. ثم ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه ماذا؟ أنه لو جهز بنده بأمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه بأنه لم يملكها أين ادعته، وهذا صريح برد ما سبق عنه. نعم. جماعة نقل عن فتاوى القفال نفسه ماذا؟ أنه لو جهز بنته، جهز معناه عطاء الجهاز، جهاز ما هو؟ جهاز يعني الهدايا والأموال التي ترفق،
عند إرسالها إلى بيت زوجها بعد النكاح. يعني ممكن هي تلبس حليا كثيرا في عنقها، لديها سوار هكذا قرط كثير قلادة، فكذلك هي تلبس يعني ثيابا فاخرة كذا، وممكن هي تعطى يعني هدايا، هي تذهب بهدايا كثيرة من الأموال، كل هذا تعتبر من أموال الجهاز، هكذا جهز والد بنته بأمتعة بلا تمليك، يعني هو لم يصرح بصيغة التمليك، بل هذا البعث والإرسال تجهيز فقط، يصدق بيمينه بأنه لم يملك، يعني بمجرد هذا التجهيز لا يكون للبنت ملك. هذا فتوى القفال بالنسبة إلى الجهاز. فإذن كيف يكون ذلك يعني تزيين الصغير يعني تمليكا؟ فإذن هذا الفتوى يخالف قولهنا، وهذا صريح في رد ما سبق. ثم وعفت القاضي، هذا إذن اعتفن على اعترض قاضي في من بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها، وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه، هكذا قال. وهذا الفتوى أيضا يعني يرجح أن الولد لا يملك ما يزينه به والده. نعم، بعث رجل بنته وجهازها، يعني بعث مع جهازها إلى دار الزوج بأي شيء نفتى، بأنه إن قال هذا جهاز بنتي هكذا ذكر صريحا وهو ملك لها، وإن لم يذكر وهو عارية يجوز له أن يستردها. ثم ويصدق بيمينه في التمليك وعدم التمليك. ثم وكخلع الملوك، هذا أيضا لا يكون ملكا. خلع الملوك، خلع جمع خلعة، يعني الخلع يراد به ما يخلع عليه من الثياب، يعني ثياب الهدية يخلع عليه على الملك أو على العالمية هكذا. فإذن هذه الثياب لاعتياد عدم اللفظ فيها، فإذن هذا خلع الملوك. أعتقد على قوله يعني هدية ضمنية، أعتقد على قوله كما لو كانت ضمنية كاعتق عبدك التي لا يشترط فيها الصيغة. نعم، مثال سبق وهذا مثال آخر، يعني خلع الملوك هناك لا يشترط الصيغة للتمليك. لماذا؟ لاعتياد عدم اللفظ فيها عندها. ونقل شيخنا ابن زياد رحمه الله عن الفتاوى، فتاوى ابن الخيال، إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه، يعني بعد عقد النكاح، هذا الزوج رجل أعطى للمرأة هدية، هل يملكها أو لا يملكها؟ يعني بدون يعني الصيغة هل يملكها؟ يعني بدون صيغة يملكها، هذا عادة ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول. ثم ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا. ومن ذلك، من ذلك يعني مما يهدي الزوج لزوجته بعد العقد بسببه، يعني بسبب العقد يعطي، هكذا عادة في مليبارة، هذا الذي ذكره. ومن ذلك في بلده ما يدفعه الرجل إلى المرأة متى صبح الزواج مما يسمى صبحية هكذا في عرفنا، يعني هو يملكه. نعم.
وما يدفعه إليها إذا غلبت أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها عندها. ما يدفع إليها أيضا من ذلك يعني هي تملك. متى يدفع إليها؟ إذا غلبت، ممكن هي غلبت وخاصمت مع زوجها عندئذ للتصبين والمجاملة هو يأتي بهدية ويقدم إليها، فإذا بدون اللفظ هي تملك. أو هو تزوج عليها يعني تزوج امرأة أخرى عليها، لو علمت هي تغلب فإذا هو يجاملها بهدية وهذا أيضا يملكها، فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها عندها. ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة. نعم، والذي سبق يعني الهبة، هناك يجب الإيجاب والقبول، أما في الصدقة لا يجب قطعا بلا خلاف، لا يجب الإيجاب والقبول بل يكفي التقديم. وهي ما أعطاه، ثم يعرف ما هي الصدقة، وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة. هكذا الصدقة فيها جهتان، إما يقدم إلى المحتاج هذا للحاجة، ثم ثواب يعني رجاء الثواب عند الله أو لم يقصد الثواب، أو يعني هو يعطي غنيا لما لأجل ثواب الآخرة. بالنسبة إلى الغني لا يكون هناك حاجة، بل يكفي فيها الإعطاء. إذن لا يشترط الإيجاب والقبول، بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ. ولا في الهدية، يعني لا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية. هدية يكون بطريق الإكرام، تمليك عين بطريق الإكرام ولو غير مأكول. هذا هدية لو كان غير مأكول. ثم يعرف ما هي الهدية، وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما. الهدية ما نقله، هكذا ذكر يعني النقل. لذلك لا يكون المال غير المنقول هدية كما صرح في التحفة، فلا دخل لها فيما لا ينقل. لا دخل لها يعني لا دخل للهدية فيما لا ينقل. ينبغي أن يكون الهدية مالا منقولا، ينقله إلى مكان الموهوب له. كيف ينقله؟ إكراما. ثم بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من ذاك يكفيها. ثم ذكر كلها مسنونة، يعني الهبة والصدقة والهدية كلها سنة. ما هي الأفضل؟ وأفضلها الصدقة، ثم بعده الهدية، بعده الهبة. وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قرينة على عوده، فقد قال المتولي أنه ملك المكتوب إليه، وقال غيره هو باق بملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة. يعني هناك كتاب الرسالة، رجل يكتب رسالة في كتاب ثم يرسل هذا الكتاب إلى المرسل إليه، لأنه هو يقرأ هذا الكتاب، يقرأ الرسالة، ماذا حكم هذا الكتاب أو هذه الورقة؟ ماذا حكمه؟ هل يكون هذا هبة ملكا للمرسل إليه أو يبقى في ملك المرسل؟ هذا خلافه. هذا كتاب الرسالة، كتاب الرسالة يعني ما كتب فيه الرسالة أيا كان، ورقة أو كتاب تماما أو يعني لوحة أيا كان أو جلدا. الذي لم تدل قرينة على عوده، لو دلت قرينة على عوده فيبقى في ملك المرسل الباعث، هكذا. نعم، لو دلت قرينة، لو لم تدل قرينة فهذا هو الخلاف. وقد قال المتولي أنه ملك المكتوب إليه. نعم، فقال غيره هو باق بملك الكاتب، ومع ذلك يجوز للمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة. نعم، كأن هذا أباحه.
ثم الهبة ممكن هنا نعم أريد الإيقاف هنا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما أنسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر أسرارنا وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ورحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولمن نوصانا بالدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما يحضر أحمد اليوم حضر اليوم يا شيخ ما حضر لا أدري أرسلت له المقطع ولكن لم يدخل. مجل مشغول لا بس. أرسلت العنوان. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا. بارك الله فيكم. آمين. أدام الله فضلكم وصحتكم. آمين. آمين. آمين يا رب. إن شاء الله نلتقي غدا. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.